السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصبح على كل اخواتنا حبايبنا في كل مكان. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ حلقتنا بذكر الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. حلقة النهاردة احنا عاملين كنا بنحمي الحمام الصبحية، تمام؟ حمينا الحمام وهنطلع النهاردة هنملى الحمام مية، واحنا قلبين السقايات زي ما وريناكم في الحلقة اللي فاتت زي كده احنا قلبانها عشان لما نحمينا الحمام ما يعفرش عليه مية من اللي فيها الضوء، تمام؟ فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب كرول تمام، ونجيب الجردل في قلبه مية ونحط عليه كرول عشان نغسل السقايات فيه تمام. نعمل كده، ناخد غطا من ده خدنا غطا على نص جردل ميه، غطا على نص جردل ميه، تمام. وهنملى سوا مع بعض الميه بتاعتنا دي. الجو حر، احنا مالين الميه على بيات عشان تبقى ساقعه. فاحنا نملى مع بعض خطوه مع بعض. يلا بينا نملى النهارده يا محمد. بسم الله، بسم الله، نغسلها في قلب الميه بالكرون، وبعد كده الميه النضيفه. تيجي تبص تلاقي الميه ساقعه اصلا، تيجي تبص تلاقي الميه ساقعه. لازم تبعدك في الحاجه، تيجي تبص طول ما الحاجه نضيفه انت تبقى اعصابك مرتاح، طول ما الحاجه نضيفه انت اعصابك مرتاح. بنغسل السقايه ميه في كرول قبل ما نحطها في الميه النضيفه، عشان لو في مثلا فرد الحمام من الدواء اللي احنا محميينه رفرف عليه يجيب عليه ميه دي دواء ولا حاجه، يبقى احنا بنغسله الاول. بنغسل ايه؟ لو في لا قدر الله عليه حاجه بتكون من الضفاف. الميعاد بتاعنا كان يوم الخميس، يعني ميعادنا يوم الخميس بنملى فيه، بس احنا غيرنا خلفنا عشان خاطر نحمي الحمام، خلفنا عشان خاطر نغير نحمي الحمام، تمام. ويوم الاثنين بنقوم حاطين خل تفاح في قلب الميه للحمام، يعني حط خل تفاح في قلب الميه للحمام، تمام. الأشبال الصغيرة بتساعدنا. المية بتطلع عاملة ازاي؟ يعني اما بتتغسل نضيفة. Thank you.
ايدك تكون في الحاجه، لازم ايدك تكون في الحاجه، عشان اي ميكروب في اي حمام بيزعل الواحد خساره. لازم يكون اهم حاجه النظافه رقم واحد، الغيه النظافه، نظف على الغيه بتاعتك بالبصل. كل ما تخش تلاقي وحشه هتقرف ونفسك تصد عنها. زي ما وريناكم شغالين ازاي، تمام. ملينا الميه، حمينا الحمام الصبحيه قبل كده الفيديو اللي فات، اعتزال الدواء الادلان، بنحاول على قدر المستطاع نخلي معده الفرد الحمام نضيفه، بنحاول بقدر المستطاع نخلي معده الفرد الحمام نضيفه، تمام. ولو حد محتاج مننا اي سؤال او اي تعليق اهتمام في تعليقاتك نرد عليه. ولو ما كنتش مشترك في القناه انزل اشترك، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.